باي. لازم تشيني. باي. هذه ألف طريقة بيض أسويها كلش طيبة وأني كلش أحبها وكلش يعجبني أتريق بها يوميا. اليوم حبيت أشاركها وياكم، إذا يعجبكم أنتم هم سووها. كيكات شلونكم؟ صباح الخير، ان شاء الله كلكم تكونون بخير. طبعا اليوم حبيت اشارككم بيومي مثل ما هو، بس قبل راح نسوي مكياج، لانه هذا المكياج لما شاركته بالانستغرام بالستوري هواي بنات كتبوا انه تريدون تشوفوه، وبنفس الوقت يفيد الامهات، يفيد الطلعات المستعجله، لانه فعلا فعلا يصير بخمس دقائق مو اكثر. فراح اشاركه وياكم. طبعا انا اول شيء غاسله بشرتي ومرطبتها قبل كل شيء. هسه راح استعمل هذا، طبعا انا عندي طلعه بس ما راح اسولفكم، راح اسولف لكم وين اروح لما اوصل هناك، راح احكي لكم شنو وين دا اروح. اوكي، اول شيء راح استعمل هذا. طبعا هذا انا جايبته من العراق، هذا باي مكان تلقوه اشتروا بنات، هو برايمر وبي واقي شمسي درجته 50. الواقي الشمسي بدام درجته 50 يعني ممتاز، وصراحه من بديت استعمله لليوم انا تقريبا مدى اخلي كريم اساس معتمده عليه. ليش؟ لانه هو ينطي اول شيء يخفي العيوب مال البشره، هاي الالوان البي الاخضر والبنفسجي والبرتقالي، هاي تصلح الوان البشره، وبنفس الوقت ينطي لون للبشره خفيف، فلذلك راح اخليش تستغنين عن كريم الاساس. انا صراحه كلش حابته وللاسف راح يخلص، وهنا أنا ما متوفر بس بالعراق، بوقتها انا وصيت يعني وجابوا لي اياه. خلي شويه هنا لانه انا بدي يتوحد لون البشره، بنفس الوقت الدنيا حاره، يعني اذا هذا ما عندك ضروري تخلين واقي شمسي، خصوصا متابعاتي بالعراق لان درجه الحراره عندكم كلش كلش عاليه، فهذا الشيء كلش راح يضر البشره وراح يسوي بها تصبغات. طبعا انا بس تحت العين اخلي خافي عيوب، ليش؟ لانه عندي هالات سوداء بسبب السهر، ولا هو خلصان خطيه ديناظل اخر الانفاس ما اريد اروح اشتري. انا طبعا خافي العيوب مالتي مال ميبيلين كلش حابته، والله اكتبوا لي بالتعليقات اذا انتم تستعملون خافي عيوب، يعني يكون سعره مو كلش غالي وبنفس الوقت نتائجه حلوه على البشره وفعلا يخفي العيوب. هسه اكيد ندمج، شوفوا يعني نهائيا ما اخلي كريم اساس، حتى هاي المنطقه هنا انا ما اخلي عليها خافي عيوب. ليش اخليها؟ لانه هي اساسا متحسسه، يعني فمتحسسه وملتهبه، فلما نجي نخلي عليها طبقات مكياج هوايه ما راح تطيب على السريع، راح تاخذ وقت. هسه نبدي بمكياج العيون. شفتوا خلصنا البشره ركض ركض. طبعا مكياج العيون هاي العلبه مالتي من كاترز، فتره نزلوها فتره يعني وشالوها بس تجنن، والوانها راسا تبين، يا طلع بها مرايه كبيره، وبعد ليش استعمل هاي المرايه الصغيره. اوكي، راح اخذ لون هذا اللون، ما اعرف شوفوا هذا اللون يمكن بني محروق يصلحوا له، وراح اوزعه. طبعا تشوفون شقد حلوة رأسا تنطي لون من اول مرة، تجنن كلش حبيت هاي العلبة، كانت بيها بعد الوان ورديات، بس اني لانه مجربة مكياج كاترس صراحة فتندمت لو ما اخذ الوردي همية، لانه تجنن يعني شوفوا من اول مرة يبين الظل، كأنما علبة سعرها كلش غالي وهي كانت تقريبا بثمانية يورو، يعني خلينا نقول في التسعة عشرة دولار هالحوالي، ما اعرف بالعراق ايش قد، بس انا دا انطيكم اياها بالدولار بعد انتو سووا. بس اذا شفتوها اخذوها هيج تصير علبتها، اظن نزلوها فترة الخريف. راح اخذ هذا اللون اللي بيه لمعة، راح اخليه بس على مدمع العين، شوفوا واو تشوفون شلون راسا تبين، يعني فعلا رهيبه هاي العلبه، حرامات ما اخذت الورديات مالتها، كان صار عندي منها علبتين درجه البنيات والورديات، لانه اني مكياجي اغلبه وردي يعني حتى البني مو هواي. ادمج العين، فرشه الدمج ناسيتها فراح ادمج بهاي الفرشه على السريع ما يخالف. سويت لكم المكياج هنا لان الاضاءه عندي الصبح بالصاله كلش قويه،
زين اوكي. وهسه راح نستعمل مسكارة. طبعا انا مسكارتي مال مينا الشيخ اللي استعمل هالفترة حابتها، بس هيجي راح نخليها. على فكرة خلص المكياج، شايفين ايش قد سريع ولا ياخذ وقت فعلا بخمس دقائق، لان انا ما عندي وقت. وانا هذا المكياج معتمدته هالفترة وحابته، مو بس معتمدته بصراحة لانه سهل ومو مكياج طبقاته هواية يفيد بالنهار، بنفس الوقت بس يبرز الملامح يعني مكياج ناعم. بس راح نسوي حركة بي تغير شكل المكياج كله. بصراحة أنا هاي الحركة ما أسويها كل يوم، بس هيك اليوم حبيت أسويها. عندي بلاشر هذا هم من كاترس، لونه خفيف وناعم، ولا هو أنا المفروض أصلا ما أخذ، لأن أنا أكو احمرار بخدودي بسبب الحبوب، بس أنا أحب حتى أوزعه شوية على الخشم شوية على الحنج، هيك ينطي لوك طبيعي. طبعا حمرتي المفضلة من NYX، طبعا هذه اسمها لوس أنجلوس ورقمها C36، تجنن وبيها نسبة ترطيب كلش عالية، فحتى لو كانت شفايفك منشفة رهيبة رأسا تنطير الترطيب حلو. قلتلكم راح اسوي حركة بالمكياج راح اتغيره كله، ولما ذا ألمي من المكياج تذكرتها. طبعا راح اجيب هذا الايلاينر او الجل لاينر من ماركة ميبلين، هذا يجنن حتى اذا تستعمليه كحل داخل العين رهيب، لانه نهائيا ما يسيل ويظل يعني اسود فاحم. اوكي طبعا الحركة راح نسويها شنو، بس راح اجر مدمع العين حتى ننطي سحبة وكبر للعين. نسيتها اللي هي اخذ ظل اسود، دقيقة اخذ ظل اسود باي فرشة هيجي فلات او مال ايلاينر. زين وشنو اسوي، اخليه هنا حتى المكياج لا يصير عليكم ناقص، ولو انا بعد حطيت مسكارة بس يلا، بس لان نسيت اليوم. شايفين بهاي الشكل، هيك تصير. طبعا الحركة مال الجل لاينر كلش حلوة لان تنطي سحبة للعين رهيبة. وسامر قعد، يلا خوش وقت قعد، حتى اروح اغير له ملابسه الهمية. طبعا هذا شكل المكياج، انا حاليا واقفه قدام الشباك. شوفوا كلش حلو كلش بسيط، غلسوا على هذه. شوفوا يعني اكو هوايه انا قبلها، يعني قبل لما كنت اشوف مشاهير اقول يا الله ليش ما يجي بشرتهم صافيه 24 ساعه واحنا لا، الغلط بينا لو شنو. ف ما اعرف ليش كنت افكر هيجي، كان رايح عن بالي فكره الفلاتر، فلذلك اني اطلع وياكم بدون فلاتر. كنت قادره هسه اخلي فلتر واخفي حتى هذا، بس اني ما احب اخفي لان بالنهايه احنا بشر، يطلع عندنا حبوب، تصير عندنا خربطه بالهرمونات، هوايه امور تاثر على البشره، حتى الحاله النفسيه تاثر على بشرتنا وتطلع لنا حبوب. فاني وياكم جدا صريحه وجدا شفافه، احب اطلع لكم مثل ما اني، فابد ما متضايقه من هاي الحبوب، بالعكس اعرف لها فتره زمنيه وراح تختفي وراح ترجع بشرتي صافيه مثل قبل، لانه انا هذا الشيء صار لي من حملت بسامر لحد الان، حتى ما بعد الولاده ما راحت. فاليوم راح اروح للمستشفى على مود عمليتي، لان عمليتي تاذيني، فاريد اشوف ليش هالقد تاذيني واخاف ملتهبه، لان هواي بنات بالانستا كتبوا لي ممكن تكون ملتهبه، وبنفس الوقت راح اطلب منها تحاليل مال هرمونات حتى اشوف انه ليش هذه الحبوب لحد الان ما. طبعا هنا وصلنا للمستشفى، وهذا سامر قبل يومين تقريبا شفت تعليق بنوته كاتبه صايره ما تطلعين البيبي مشتاقين نشوفه. الفكرة أني لمن دا أصور هنا أغلب الوقت دا يكون هو نايم، فلذلك مدى أطلعه. قلوا لي شلونه كبران شوية ملامحة بدأت تتبين، شو تشوفون يشبه منو بينا، انتظر تعليقاتكم. طبعا احنا هنا بس بالمستشفى الكمامة بعدها، فمختلفين هسه راح اطلع للجراج برا لانه ابو الياس اجى حتى ترجع للبيت. وبنفس الوقت اني على طول دا اصوره بالستوريات بالانستا، بصراحه دائما انزله فعاليات اسوال فانزلها بالستوريات، لانه يعني حسب الوقت اللي يكون قاعد بيه عادي راسيا اصور وانزل، شي ما يحتاج لمونتاج، شي كلش سريع. فلذلك انا دائما دا اثبت لكم روابط الانستا مالتي ومال ابو الياس، تلقوها بصندوق الوصف وباول تعليق، فاذا تريدون تشوفون يومياتنا، مرات نطلع طالعه سريعه، تصير حادثه بالبيت، شقه اني وابو الياس، فورا نصوره وننزله بالستوري.
هذه طلعنا، خلي اشوف ابو الياس جاي لو بعده، لانه يعني هذا المستشفى بمدينتنا، يعني كنت حامل كلها كنت اسوي المواعيد بغير مدينه، فهسا راح انتظر ابو الياس هنا. قال لي انزلي وهو بعده ما جاي. طبعا باعوا هاي السياره، ما ادري البايسكل. طبعا طلعت انا من المستشفى، كملت موعدي، الحمد لله العمليه مو ملتهبه، وضعها كلش زين، الف الحمد لله والشكر، وعادي يعني هاي الاجراءات الطبيعيه. طبعا هنا انا ما اعرف قالت لكم لولا سابقا ناسيه، هنا حق لي فقط 3 عمليات قيصريات، فهسه هم اكدت قالت لي بعد يحق لك بس طفل واحد، فانت تريدين؟ قلت لها اي انا اريد بنيه. كان قالت لي لا انا اظن الورا راح يجي ولد. قلت لها ليش ولد؟ قالت انا هيك حاسك ملتهب قلبي، خوف الله عليك حطيتيني جرعتين. زين واذا انا اريد مثلا 5 اطفال شلون؟ ما يصير، بس 3 عمليات هنا. اذا يعني نستحق الزوجه الثانيه؟ لا ما تستحق زوجه ثانيه، بس نقدر بغير دول، اظن يمكن تركيا، العراق، عادي اكثر من عمل. يعني مثلا يلا الناس اللي عايشين بتركيا واللي عايشين بالعراق اكتبوا لي ايش كم عمليه يحق، حتى بعد ما عنده حد. تعبين تعب مال 3 اطفال وغير وحده تعب مال. زين انت ايش دعوه تريد 5 اطفال؟ ايش عندك؟ 3 كلش كافي، اصلا 2 كافي. مثال مثال يجوز. بروح هاي خطيه توم حاطتهم بالعربانه وحايره بيهم. فها هي الحمد لله، وطبعا اشكر كل البنات اللي سالوا، وهواي بنات قالوا لي سوي موعد وروحي. الله عليكم والله العظيم، يعني مو على بالكم اني وهاي واقاهره راح يقولون راح اخاف اقاهره خطيه، اكو يعرفون ذات شكوى وياها. بس ماني قصد الزوج، انا على مود هي خطيه ليش تحبل 5 مرات؟ ترى تتعب المره 5 مرات. اول شيء احنا من اول ما تزوجنا كنا متفقين 4، شو زيدت 1؟ يابا 4 خطيه ترى، يعني عادي يعني مو كله الا لازم. زين انا عندي حل، نسوي يعني مساعده لك، احبل مره ثالثه، احبل مره ثالثه واروح للدكتوره واسويهم توأم، هيك بطن واحده نجيب 2 ونخلص، يصير عندك 4 وخلاص. والله خوش حل، انت تعرفين حلول. ها يا حبايبي هسه ما ادري يمكن حنروح محل مره يعني بطلنا اي ماكو زواج، زوجك يوم. هاي الحضانه مال ياس القديمه هنا، بس انا حروح ارجع لكم اذا رحنا للمحل واذا نزلت، ما ادري اشوف باي باي. طبعا هذا المكان هنا يسوون تصليحات بهذه، ما اعرف هاي كانت كلش حلوه، شوفوا الخضار يجي كلش حلوه كانت. اي تعديل. طبعا هاي البيوت هنا انا كلش احب شكلها، كلش حلو شكلها، مرتب وحلوه، شوفوا ايش قد حلوه هاي البيوت هيك مالتنا سقفيه. هاي كنا قاعدين اول ما تزوجنا انا وابو الياس كنا قاعدين هيك ببيت اخر طابق، فاني كان عندي سناب وانشر اي، فكنت انشر يومياتي بالسناب شات، فمره شاركت شكل مطبخي القديم وهيك، يعني اذا تريدون عندي صور انا موجوده مال البيت القديم، كانت تدخل لي متابعه من العراق، اقول لك حبي انت شنو قاعده جوا الدرج؟ اشو مطبخ جوا الدرج؟ التلفزيون مال الصاله جوا الدرج؟ قلت لها لا حبي مو جوا الدرج، بس انا السقف مالتنا هيك مثلث، فلا تريدون فاليوم اشارككم بصور البيت اللي اول بيت دخلت بيه وتزوجت بيه، حافظته لانه احبهم هذا البيت، كنت كلش احبه، كنت احس وجهه كلش خير علينا. رجعنا من برا، غيرت ملابسي وهسا راح اغسل المواعين الريوق، لان صراحه ما لحقت اغسلهم قبل ما نطلع، ما كان عندي وقت كافي، وطلعت باميه من المجمده حتى اطبخ اليوم باميه على الغداء، بس راح اغسلهم على السريع وبعدها ابدي بالطبخ. حابه اشكركم على الفيديو السابق، على تعليقاتكم بخصوص المنتج على مال التجاعيد، تصدقون اني ما احس روحي مجرد يوتيوبر ومتابعين، احسكم فعلا صديقاتي وخواتي اللي من احتاج شغله راسا اتصل على اختي اقولها اريد فلان شيء فهي تنصحني، هسه انا هيك صايره وياكم، فعلا مرات لما دا الجأ لكم بشيء، دا اطلب منكم شيء او دا اسالكم عن شيء، اشوف تعليقاتكم وكلامكم كلش دا استفاد، كلش احبكم والله يخليكم الي، والله ما يحرمني منكم، اني سابقا قالت لكم اني طبعا هذا خاص زاهي للاطفال مثل ما تشوفون هنا مرسوم عليه، هذا مصنوع من مواد طبيعيه 100%، ما بي اي شيء كيميائي حتى عطر ما بي، فانا بصراحه هذا مخصصته للمميات، يعني هسه الالياس والسامر همينه دا استعملها. يعني وحدي، وكان سبب فتحي لليوتيوب هو انه اني بحدي ودائما اعاني من الوحده، فعلا انتو خوات وصديقات بالرغم ما قاعده ولا شايفتكم ولا مجتمعين، بس احسكم كلش قريبين مني لان دائما تكونون حوالي بكل لحظه، دائما تسالون عني اذا احد من عندنا تمرض، كلامكم سوالفكم سؤالكم عنا، يعني شيء كل شيء يفرحني، ففعلا من كل قلبي الله يخليكم الي ويفرحكم ويسعدكم قد ما تفرحوني وتسعدوني.
انا قلت لكم اليوم اني راح اطبخ باميه. صراحه اني الباميه مشتهيتها من اول ما جبت لحد الان، دائما ما ترها ما اطبخها طبعا. فاليوم خلاص اطبخها خلاص بعد ما بقى مجان. هسه راح انقعد كمان، ما راح اشارككم طريقه طبخ الباميه لان الكل يعرف يطبخها، الباميه او الباميه. هذا ليش تخرب؟ ماشي خلصنا المواعين، حتى واحد من يطبخ من يطبخ على نظافه بنفس الوقت ورا الغداء يبقى لي بس المواعين الغداء. عن التمن مالتي تمن محمود، شنو احب ان اقعد مي حار كلش. هذا الشيخ اللي حبايته ظل طويله وما تتكسر، فبس انقعه وبعدين ورا ما ينقع اغسله. هذا غدانا وسهمكم وسهمنا، الف عافيه. عاد ليش تقولون سهمكم؟ يعني حتى اذا احد يشتي. بالعافيه، بس لا مو هذا قصدي، يعني هو سهم، كلمه سهم، هو مو هذا السهم اللي يذبوه. هاي ما اعرف بيها. انا ما اعرف للاسف. ابو الياس خلف الكواليس، يلا قول اللي قلته، لان هاي بالسنه حسنه تصير. عيد 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 بسرعه 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 بسرعه، عيد يلا. قلت عاشتي لك حبيبتي، اكلا بينه كلش طيبه واني كلش جوعان وكلش كنت مشتري هاي فريد مال بانيا. عاشتي لك، اشكرك، اتمنى يومي هيك تسوين وانا اقول لك عاشتي لك. بعد شنو؟ شو تريدين؟ هسه صار لي طاقه منا باكر اسوي لك باكر فاصوليا. صدق فاصوليا؟ اوكي مو مشكله. وعقبها تسوي برياني. تتدلع. والله؟ شكرا ساره والله اشكرك. حبيبي على راسي. 5 يورو زياده. شكرا. طبعا الاطفال ناموا وبعد الغداء احنا تغدينا الحمد لله واكلنا. الياس نام، سامر هم هنا نايم هسه راح اخليه بشربايته. أنا حروح أغسل مواعين الغداء على السريع، وحط راسي أنا هم وأنام الظهر على نومتهم، وبعدها من نقعد نشوف باقي الروتين من راح ياخذنا. طبعا هاي اللي هنا اليوم طلعنا اليوم نتعشى برا، وراح هذا الاكل صار كله الك. واو يلا هاك اكل. قبل شوي كان يقول واو ويخلي على بطنه ايده. يلا هاك اكل. نو اي كو اكل يلا اكل. ياخذ وجهي يهز على بطنه. ليش؟ بالعكس طيب، مو كنت تاكل توك؟ عود من يشبع ايش تسوي؟ أنا يمسح بيدومك، احنا طبعا نمسح بيدومنا ما تكنيس. انا شلت شعري حتى اكل براحتي. بعدين يلا اكل. هاك راح يوقع، راح يوقع انت. وقع الطفيفة على القنفة، هنزمه على القاع. اتذعك بوبو صار. منو صار بوبو؟ عيب عيب. هاي امك تحكي عليك. بس ارقص 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 ارقص. هلا 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 هلا. هاي ايش تسوون؟ تتعاركون؟ لك لا تجر شعر امك. هاي ايش سوى بيك؟ راح اقص شعري في يوم تشوفوني على شو اسمه طلعت لكم فيديو شعري كاريه. كافي بابا. هاي بدها تسوي، شوف هاي ماما خطيه. يقولون ختامها مسكول يوم ختامها الكنافه بالايس كريم، ان شاء الله يطلع طعمها طيب. ان شاء الله يطلع بيها جبن حتى ما تكشف. بالعافيه. شكرا. هاي صورتك؟ تفضل انت همينه. لا تشوفين شردتي تشوفين الجبن تجربي شلون يطلع؟ اي طلعت زين هسه لا؟ انا ما اعرف فقط. يعني بيها
الجبن بس مو هواي. اذا انت طريقتك احسن طبعاً. اكيد اكيد راح تقول طبعا اكيد طبعاً. لا 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 هل عندك شك؟ هل عندك شك؟ سكينه بيدك ما اقدر اقول شيء والله اوكي يلا بالعافيه اختم ياكم الفيديو وصلنا لنهايه الفيديو احبكم كل شويه مع الف سلامه وباي باي سلام باي باي